أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو المختلف جدا 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 عن محتويات قناتي المتنوعة والمختلفة. هذا الفيديو بإذن الله سوف يكون فيديو سوف يقلب العديد من الموازين والعديد من المفاهيم، وسوف يغير حياة العديد من الأشخاص، وخاصة أنا أتحدث طبعا على الأشخاص الذين لديهم مرض السكري، عفانا عفاكم الله وشفى الله الجميع. وهذا الداء الذي نستطيع أن نقول عنه طبعا داء، لأن العديد وطبعا يستطيع أن هو داء فتاك بالجسم، لأنه يصل إلى مرحلة يمكن أن يصبح جسم الإنسان يعني تتعطل الكلى به لا سمح الله، والكبد عمل الكبد، ومن جراء هذه الأنسولين التي يعني تحقن كل يوم طبعا يعني تتصلب الشرايين ويصاب القلب وتعلمون كل هذا. ولذلك يعني أردت أن أعطيكم تجربة حقيقية، لن أبيع كلاما، وحاشا لله أن يصل شخص إلى هذا المرحلة، يعني يعطي إلى أشخاص يتشبثون بالحياة ويريدون أن يعيشوا حياة طبيعية أن أعطيهم بعضا من الأكاذيب لكي أحقق نسبة مشاهدة أو لا. أنا أعمل في مجال التمريض منذ 15 سنة، ولدي خبرة كافية، والحمد لله يعني لدي العديد، يعني تحصلت على العديد من التجارب من خلال عملي، وأنا متحصل على العديد من الشهادات أيضا في ألمانيا، في شهادة في النجدة والإنقاذ، وشهادة في الإنعاش، والعديد من الشهادة الأخرى أيضا. أنا بصدد أيضا ختم شهادة التصوير بالأشعة، أطمح للمزيد والمزيد والمزيد من التطلعات، وربما العديد لا يعرفني بهذه الشخصية التي الآن ترونها ربما، وسبحان الله يعني كل شيء لكل مقام مقال. فلن أطيل عليكم الفيديو أحبائي المشاهدين، سوف أريكم أو أقدم لكم ما الذي سوف نستخدمه الآن في هذه التجربة الحصرية التي سوف تغير حياتك وتبين لك عزيزي المشاهد، سواء كنت يعني مريض سكري أو شخصا يعني لديك شخص تعزه وتحبه مريض بالسكري وتريد أن تنصحه وتقدم له هذه الهدية التي سوف تغير حياته بإذن الله، وتغير حياة العديد من الأشخاص، وتجعلك بطلا أو بطلة يعني تنقذ حياة العديد من الأشخاص. أحبائي سوف نأخذ لهذا الغرض، قبل أن نقوم بتجربتنا سوف نأخذ لهذا الغرض التفاح والكاكي على سبيل المثال، والكيوي، ونأخذ السكر الأبيض، هذا السكر الأبيض نأخذه، ونأخذ سكر العنب، وهو سكر الغلال مثل التي نشاهدها الآن. الطريقة بسيطة جدا، سوف نقوم بقياس سكر الدم الآن أمامكم بتجربة مباشرة، ثم نقوم بقياس الدم عن طريق سكر الغلال الموجود في التفاح، في الكاكي، في العنب، في الذين تتصورونه في بالكم. وهذا سكر عنب، يعني اخترت لكم تروبن سكر، هو سكر العنب، سكر العنب، لكي تتأكدوا من هذه النتيجة. وسوف طبعا أيضا نخلطه بالدم، هذا السكر الأبيض، وترون النتيجة أمامكم، فابقوا معنا أحبائي المشاهدين وشاهدوا النتيجة. نأخذ يعني زوجتي، سوف أيضا أقوم بهذه التجربة على نفسي أيضا بعد قليل. نقوم ب
les infections. أصبع كذا. ونأخذ هذا الذي الإبرة التي نخرز بها. نضع البوندلت. ونرد تحت الكرام. بسم الله. وخزنا. نضغط قليلا. تابعوا هكذا. نضغط قليلا. ونأخذ عينة من الدم. ونقوم بالقياس الآن. مئة وسبعة وثلاثون. كنا بصدد أكل المرطبات. So. 137. أعطيني منديل عايش بنتي. الآن سوف نقيس بعد أن نضع السكر عايش بنتي. الآن سوف نأخذ قليلا من الدم ونضع هنا في هذا المكان الذي فيه السكر الأبيض. السكر الأبيض. سوف أضع الآن لا إله إلا الله محمد رسول الله البوندلت مرة أخرى. انظروا نأخذ الأصبع. نأخذ الأصبع. وهذا السكر الأبيض سوف أخذ قليلا منه أفركه على مكان الدم. ضع هنا وأضغط قليلا فيخرج الدم طبعا مع السكر. اشتغل بس انفلكسيبل بتاعي صوت سميها كانوا تنكشن جاف الدم. ناخذ مرة أخرى. انظروا مع السكر موجود مثل ما رأيتم. وضعت السكر فوقه هكذا أتركه يمر على السكر. انظروا قيس هو مليء بالسكر. السكر الأبيض. السكر الأبيض وشدنا 137 قبل أن نضع السكر. انظروا أحبائي الآن نزل السكر. هل ترى لماذا؟ رغم أننا وضعنا السكر الأبيض هذا يعني أنه لا يوجد سكر في الدم. هذه أسطورة السكر في الدم غير موجودة. سوف نقيس. انظروا نأخذ هكذا تاك 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 نمسح. تعطيني منديل بابا عايشك؟ عايش بنتي. الآن سوف نقيس السكر الدم في يعني تجربة مباشرة أمامكم. نضع بوندلت. بسم الله الرحمن الرحيم. تاك. نأخذ هنا. انظروا. نأخذ الدم. نضغط قليلا. نتحصل الآن على قطرة الدم. تاك. انظروا أحبائي تجربة سوف تكون مباشرة أمامكم. 119. 119 فهو نتيجة جيدة جدا لشخص عادي ليس مريض سكري. الآن النتيجة أمامكم. سوف نأخذ سكر العنب الذي هو موجود في الكيوي موجود في الكاكي موجود في التفاح. سكر العنب هو سكر سكر لأن محمد رسول الله سكر الغلال. سوف نضعه هنا مع الدم هنا. نضغط قليلا. اجعله هنا. أخذ منصب أخرى. موندلت. وأضغط هنا أين يتركز الدم. هذا سكر غلال كما قلت لكم. بعد أن هذا الآن وضعنا سكر الغلال. انظروا إلى النتيجة أحبائي الكرام. نضغط يخرج الدم. لا يكفي هنا الدم. تخاثر الدم سريعا. سوف أخذ في المكان الذي وضعت فيه السكر. انظروا. أوب. هاي هاي هاي. أتمنى لا يتكفي. هذا ملآن بالسكر. سكر الغلال. نقوم بالنتيجة الآن بعد أن وضعنا سكر الغلال.
488، فهو ارتفع ارتفاعا عظيما عظيما. انظروا الآن، نمسح نمسح هذا السكر. ونقوم بإزالة كل هذا السكر. نقوم بتشيح هذا المكان. يشيح. الآن سأريكم نتيجة مخالفة لقانون قياس السكر. الآن بعد أن مسحنا هذه المساحة، انظروا الآن أحبائي، نأخذ بندلات أخرى ونقوم بعملية القياس. انظروا الآن 113، عادت النتيجة إلى ما كانت عليه في السابق. الآن الصدمة الكبيرة والكبيرة جدا أحبائي الكرام، التي نأخذ السكر الأبيض، السكر الأبيض وهو مختلف عن سكر الغلال، مختلف عن سكر الغلال. فأحبائي نأخذ السكر الأبيض كما يدان هاند بيتر، السكر الأبيض نضعه على قطرة الدم. هل ترون ذلك؟ هنا أضغط قليلا لكي يخرج أكثر دم. هل رأيتم ذلك؟ أزوم عليكم. هذا كله سكر الآن. انظروا الآن، أضغط قليلا يخرج الدم. أضع لونسات أخرى. نتيجة صدقوني صادمة. الآن سوف أضع أقيس. السكر الأبيض 107، نزل معدل السكر في الدم. أحبائي الآن سوف أبين لكم عند هذا السكر يباع على أساس سكر العنب. الآن سوف أريكم النتيجة عندما نأكل الغلال مباشرة مباشرة جمدان فينغابيتا. قبل ذلك سوف نمسح طبعا. أعتذر عن هذا جمدان فينغابيتا. نمسح هذا الدم الذي فيه السكر الأبيض، طريق الكحول هنا، ونمسح هذا المكان. نضغط لكي يخرج الدم مرة أخرى. نأخذ قطعة من التفاح، التفاح طبعا التفاح فيه السكر، ونضعها فوق الدم هنا هكذا. أضغط قليلا لكي يختلط هذا المكان بالتفاح الذي فيه السكر أيضا. فانظروا أحبائي الكرام، التفاح فيه الدم. الآن سوف أخذ بندلات أخرى للقياس. أضغط لكي لا يتخثر الدم بسرعة. وسوف نقيس. الآن نقيس الدم، السكر في الدم، وانظروا النتيجة مباشرة أحبائي. 226. نقيس الآن بنبات الكاكي. سأريكم أيضا، صدقوني يعني لكي أبرهن لكم أن صحة كلامي. انظروا، نمسح المكان، نضغط مرة أخرى ليخرج الدم، والمكان نظيف. كاسو بيتر بسنتريكم يا مستروك كان فلوت ما يغوصكم. ونقيس مرة أخرى. أحبائي انظروا الآن، بعد أن أزلنا سكر التفاح فأصبحت النتيجة أقل حتى من 100. هات مرة أخرى بيبي.
التجربة الأخيرة لكي لا تفقد زوجتي العديد من الدم. أصلاً أخبلوت ما هو مزور بس بفيك أنا هاند أوكي كما هي بيتر so. لا أريد أن أخذها مرة أخرى. إيش فهمت إنش ما أخذنا الدم أوكي. الآن سوف نأخذ من نبات الكاكي أحبائي ونضعه على الدم أوكي. هنا كاكي هو حلو المذاق. سوف أخذ مع الكاكي أيضا الكيوي لكي لا نطيل التجربة. ها أضعه هنا أيضا فوقها. ها هل ترون ذلك؟ سوف أريكم يعني هذا الكاو يعني الكاو. سوف كما تعرفين نمسح فقط نمسح ونترك المكان هكذا بسكر الغلال. ها مومنت سوف أحضر لكي أخذ. أين وضعتهم الوخازة؟ بوها باش تنقشتلت. ها وغندي على الله محمد رسول الله. بوها باش تنقتان تي على غوزنا دي انتم اشتاشن ني دي سنت على كبخوخت. بوها باش تنقتان عذرا احبائي. واو هذا لن اقطع الفيديو فقط للمصداقيه. بابا ايش يا بابا ترى هزيت لي دوحي دراز؟ لا اوكي عندي واحده هنا لا اعلم اين وضعت الاخرين. عندي كيس يعني ايش بس ليش مش تنقشتكتها. هذا يعني بالغلال اي. سو سوري سو هذا بالغلال. انظروا سكر الغلال. وها باش تنجنزن وين قشتلت؟ ايش فايس مش ايش هاون جنزة تويتا ايجنتلي ستيخون تقفالا ودازو كاين انو. سو احبائي انظروا الان النتيجة سوف تظهر امامكم. 388 بالغلال. الان نمسح هذا المكان ايضا بالكحول تك 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 لنزيل اثر السكر سكر الغلال تك 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 نزيله وها نقوم بتشيح المكان يشيح. سوف اقوم بالقياس الان بعد ان ازلت هذا الغلال سكر الغلال. انظروا الان انظروا الآن أزلت سكر الغلال 110 عاد الدم طبيعيا. الآن ونختم مع هذا لكي لا يناقشني أي شخص. هذه بقعة الدم سوف أضع السكر الأبيض أضع السكر الأبيض فوقها هكذا السكر الأبيض تاك 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 السكر الأبيض أضغط ليخرج الدم هكذا فأصبحت بالسكر الأبيض. نضغط لكي أصبح كله بالسكر الأبيض أحبائي السكر الأبيض. انظروا الآن ونقيس بالسكر الأبيض هل رأيتم 151 لم ترتفع إلى 200 أو 300 أو 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 لا 121 عفوا خلت أنا 121 هي نتيجة طبيعية لشخص ليس لديه مرض السكري. فكفوا من فضلكم كفوا عن غشنا وأن تقولوا لنا الغلال والله إنها كذا سكر الغلال أقولها وعلى مسؤولية خاصة هو سم أكثر من السكر الأبيض. فهذا السكر الأبيض فقط هو يضر الأسنان فقط ولا يصعد سكر الدم و و و و
عندما تأكل التفاح أو أي غلال سوف يصعد السكر إلى السماء، إلى السماء. تأكل السكر الأبيض لن يحصل أي شيء على مسؤولية الخاصة. أحبكم كثيرا، أتمنى أن يكون العديد قد فهموا المغزى من الفيديو وفهموا العملية ورأوها وأعادوها، أطلتها يعني لكي يفهم الجميع. أحبكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء في فيديو جديد.